ندى ميد راديو. بلادنا كتعيش ظروف صعيبة بزاف، والأزمة مازال مستمرة وما عارفينش وقتاش غتسالي. هذه بلادنا، الأرض اللي جمعانا وكلنا مسؤولين عليها. ملكنا قايم باللازم والسلطات كلها مجندة، وحتى احنا المواطنين لازم نديرو اللي علينا حباب، ولا بقينا غير كنتفرجو ربح اللي كنكبو غير المفرم. واجبنا الأول نحدو من الخروج إلا الضرورة، اللي ما عندوش خدمة واللي ما مريضش واللي ما عندوش غرض ضروري يجلس في الدار. وهذا الشيء بمصلحتنا جميعا، باش الفيروس ما يزيدش ينتشر وباش نتحكموا في الوباء ما أمكن. الظروف صعيبة بزاف وكلنا محتاجين نديروا يد في اليد، نحميو بعضنا ونعاونوا بعضنا، نتكافلوا جميعا، واللي عنده يعاون اللي ما عنده. سيدنا عطى أمر باش يكون صندوق خاص بهذه الأزمة، مقاولات ورجال أعمال بينوا على التمغربيت ديالهم ومازال محتاجين. هذا الصندوق هو اللي غيعطي للدولة الإمكانيات باش تعالج الجراح ديال هذه الأزمة. باب التبرعات مفتوح، واللي قدر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. البلاد أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وهذا هو الوقت اللي خاصنا نكون جميع مغاربة أحرار. معدن الإنسان كيبان وقت الشدة، احنا المغاربة معدننا معروف التكافل والتعاون، وهذه هي الطريقة باش ندوزو هذه الأزمة. تمغربيت هي أول لقاح ضد الفيروس.